السلام عليكم ورحمة الله الله يسعد اوقاتكم ان شاء الله تكونوا جميعا بخير طبعا مستغربين من تايتل الفيديو هلا انا ثابت مشتري هذه الثياب من اكثر من خمسة اشهر وطلع انه في لاعب عراقي كتير مشهور وكتير حريف اسمه ارهابي انا ما كنت عارف هالشي الصراحة وقت شافوني الاشخاص اللي لعبت معهم بهذا الجيم بلشوا يبعتولي مسجات من بعد ما خلصنا الجيم بلاي وعم يقولولي انه انت ارهابي او انت الارهابي قلت لا ما بعرف عنه شيء قالولي شوف على اليوتيوب رح تعرف مين هو فبالفعل انه فت على اليوتيوب وكتبت ارهابي ببجي بين معي الشخص انه هو كتير حريف وكتير بيلعب حلو و... يصير كمان من متابعينه تحياتي لإرهابي اذا كان شايف هذا الفيديو عن طريق التياب تعرفنا عن شخص موهوب اذا بدكم رح ترك لكم رابط الفيديو كيف طلعت الاتياب بصندوق الوصف لحتى تشوفوا كيف اشتريت انا هول الاتياب لانه هن ليمتد اديشن نزلوا لاول مره بابا ينزلوا مره تانية ولا رح خليكم على بلاي جيم بلاي مليان درع من ما راح اخرب عليكم شيء وراح اترككم هلا مع الفيديو اذا عجبك الفيديو ما تنسى الضغط على زر اللايك واشتراك اذا كنت شخص جديد معنا يميت اهلا وسهلا فيك وتفعيل زر الجرس ليوصلك كل شي جديد كان معكم محمد عيسى من قناه سوريا ستار والسلام عليكم ورحمه الله